أهل السنة والجماعة صومالية مركي اللي يراهدو تذكى قارو حا أسو دقدقية أرور يكوح مقع عاصلة بحضي لكن رون أهانتي آن مقع عاصلة بياراتي شقاكو لهين مركي معنى هلغا فيري محايا إلى السنة هايان اللما أركو جماعة هايان اللما أركو سنة ما هايان وآذي وغفوقيهين سنة النبي صلى الله عليه وسلم يو كنغان كيبا een waara koox iyo urur marka kuwaasi magaca la bixida ay la baxeen macna saxiixa ma tusinayso magac qurux badan in la la baxana qofka xaqiiqadiisa waxba ka bedeli maayo ahlul cilmi waxay yiraahdaan al ibratu bil maani la bil alfaz waxa mu'tabarka ah waa macnaha waa xaqaaiqa لكن ما ها الفاظ هي مقعية قرحون ما مركة أهل العلم وأهل السنة والجماعة وحيوية قانان ضدك الصفات كان صور شيء من إسكاله وأنا ضدك الراعي طريق النبي صلى الله عليه وسلم يو طريق الصحابة يو منهج كي السلف الصالح تابعين أتباع التابعين القرون المفضلة سد حد قرني النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم dadka wadada marawi dadkaas marka ahlul hadith ka ah ee ahlus sunnah ah ee u nisba sheegta ila manhaj salaf salih manhaj kooda iyo tariiqooda fi ta'zim an-nabi sallallahu alayhi wa sallam wa inayn ar-rasul ka alayhi salatu wa salam ay muhadarada ku saabsanta nabi muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa ni'ma weyn oo ilaahay subxaanahu wa ta'aala ummadan ugu nicmeeyay wa rahma ilaahay subxaanahu wa ta'aala ummadan ugu naxariistay way wa ma arsalnaaka illa rahmatan lil aalamiin saasulli allah subxaanahu wa ta'aala wa khayrul anbiyaa wa afdalur rusul alayhim as-salaatu was-salaam ilaahay subxaanahu wa ta'aala nicmooyinka ummadan uu ku gaar yeelay ummadihii horena aysan lahayn waxaa ka mid ah إن نبي محمد رسول الله قال لي عليه الصلاة والسلام والرسول كود ويهي أفضل الخلق خلق جمتك أوفر لك بدن صلوات الله وسلامه عليه وعنا الله أسوى الدجيي أفضل الكتب المنزلة كتبة إلهي سوى الدجيي سبحانه وتعالى كتابك أوفر لك بدن وقرآنك الكريم كاوي ومدى أن نروح وقال لك خير الأمم أمضها أمض وخير كبضا كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله أمضها المركة خيرية وحيقوها شيء وأمضها كلا وخير بضنتها وبفضل نبيها صلى الله عليه وسلم رسولك هذا عليه الصلاة والسلام فضلك يا خيرية إلهي سيي أيا إلهي أيا نوحي كسي النبي عليه الصلاة والسلام سببتي إن النقضان خير الأمم